المشكل اللي كاين هو صيرة ديال الإسعاف ديال الخواص بأنهم كيديروا أثمنة خيالية. بالنسبة لواحد السيد كنا جبناه من الدولي المستشفى السقاط حسبوا 32 ألف ريال، رغم السيد دخل مسكين السقاط والناس ديال السقاط داروا جميع المجهودات اللي قاموا بها. عاد اتصلنا بسيارة الأسعاف ديال مقاطعة عين الشق لجميع لي زومبيلونس بالمجان. أنا كنقول الناس ديال الإسعاف ديال الخواص يتقوا الله شوية، يشوفوا من حال الناس مع هاد الجائحة، راه الناس مضرين، خاصهم واحد الباريم يديروا واحد الأثمنة بحال مونين طاكسيات، كل واحد مثلا 400 درهم 300 درهم على صعيد ديال الدار البيضاء. بالنسبة للشكر اللي كنشكر على رأسهم صاحب جلالة الملك نصره الله وأيده اللي قام مجهودات جبارة في هاد جائحة كورونا. نطلبوا الله يشافيه ويعافيه ويخليه لينا، وكنحييو الناس ديال القوات المساعدة اللي متجهين ضد الخونة ديال البوليزاريو، وحنا الصحراء المغربية. وكنشكروا السيد القائد وأعوان السلطة وجميع الناس اللي كيخدموا المواطن بجد وكفء. وكنطلبوا من وزير الصحة الناس اللي باقي ما اندمجتش، وباقي من الناس واحد مجموعة ديال الناس اللي باقي ما كيتخلصوش في جميع المستشفيات، خدامين تقريبا عام عامين وباقيين بدون أجر. كنطلبوا من وزير الصحة إن شاء الله يدخلوا أطر ديال اللي غادي يواجهوا هاد الجائحة، ونطلبوا ربي يرفع علينا هاد البلاء. وشكرا.